عندي قضية مهمة جدا النهاردة فجرناها في موقع تحيا مصر. يعني يمكن انا كلمت القسم الرياضي قبل الهوا قلت عايزين نعمل واحد اتنين تلاتة في تفاصيل فضيحة عقد ابراهيم عادل. النهاردة ايه اللي حصل في الجبلاية؟ ماذا حدث في الجبلاية؟ فضيحة بجلاجل. هتقول لي فضيحة ايه؟ اقول لك يا عم الحاج، فجأة وبدون اي مقدمات الافاضل في الجبلاية كما جاءنا من معلومات ورصدنا هنا في تحيا ووليد العطار تلقى تعليمات وراح موثق عقد ابراهيم عادل بفضيحة من العيار الثقيل. تجاهل وليد العطار العقد مفهوش بصمة الايد بتاعت ابراهيم عادل، واللايحة بتقول لو ما فيش البصمة ما ينفعك العقد يتوثق. يا ترى مين اللي ادى التعليمات للعطار؟ ومين اللي ادى التعليمات للحداد؟ ومين اللي عمل الفضيحة دي يمين وشمال؟ زملائنا في القسم الرياضي رصدوا الموضوع بالكامل. خليني أطير معاكم إلى غرفة الأخبار، ومن داخل القسم الرياضي بموقع تحيا مصر يتواجد زميلي العزيز علي نصير ومعه التفاصيل. علي نصير من غرفة الأخبار، سلام عليكم يا علي. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، ودايما متالق ومنور الدنيا كلها حبيبي، ومجهود تشكروا عليه النهارده. يعني تفاعلتوا مع الاحداث، تقرير رضا عبد العال اللي انتوا عاملينه هبد ولم يعد، تقرير هايل. كمان التحقيق اللي عاملينه بتاعت فضيحه عقد ابراهيم عادل حاجه تحفه، وسبقتوا بها الكل. ما هي التفاصيل عندك في موضوع عقد ابراهيم عادل يا علي؟ طبعا رايت، خلينا بس نقول انه النهارده اليوم كان مليء شويه بالاحداث، على الرغم برضو انه المباريات المحليه مش موجوده لحد دلوقتي، لكن اليورو زي ما عودنا دايما باثارته، وطبعا الواقعه الشهيره اللي هزت قلوب جماهير الكره في العالم كله، لاعب الدنمارك إريكسن والاصابه الخطيره اللي تعرض ليها، التفاصيل طبعا ما تم بعد المباراه. كان من قبلها طبعا كنا لازم نتكلم زي ما حضرتك قلت على موضوع طنطا، لانه ده نادي جماهيري، واحنا بنتنشا دلوقتي على اي نادي جماهيري عشان نشوف الدوري الممتاز تاني يرجع للانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه، لانه زي ما كل عارف ان انديه الشركات طغت على الموضوع، وده بيأثر حتى على القيمه التسويقيه لبطوله الدوري الممتاز. فكان طبيعي ان احنا نتفاعل، وتقريرنا عن الكابتن رضا عبد العال ليس فيه زي ما احنا تعودنا، ليس فيه اي اهانه شخصيه لشخصه، ولكن احنا بنتكلم بالارقام وبنقول الراجل عمل واحد اثنين ثلاثه مع الفرق اللي تولاها، وايه الانجازات اللي حققها، وايه الاخفاقات اللي عملها، والناس ليها الحكم في النهايه، هي اللي بتتكلم بناء على تصريحاته والكلام المثير للجدل اللي دايما بيطلع بيه واللي اشتهر بيه في الفتره الاخيره. تمام. ده فيما يخص موضوع الكابتن رضا عبد العال. والتقرير بس عشان ندي كل الناس حقها، ده تقرير الزميل محمود الجنايه. زي ما انت دايما عودتنا ان انت كل واحد بياخد حقه، فده تقرير منا الاستاذ محمود الجنايه. ولمحمود الجنايه كل التحيه، لانه النهارده قدم للناس سيره ذاتيه وتقرير مختصر لرضا عبد العال، مسيره تدريبيه فاشله مع مرتبه الشرف. نروح للفضيحه اللي انتم اللي احنا انفردنا بيها في موقع تحيا مصر، ويمكن كنت بتكلم معاك واجتهدت انت بالتحديد اجتهاد كبير، ورحت لكل الاطراف وجبت تفاصيل واصل العقد بتاع ابراهيم عادل، واطلقنا عليها فضيحه من العيار الثقيل. من وراء هذه الفضيحه في الجبلاية؟ ومن الذي سمح بتوثيق عقد مخالف للوائح؟ تفضل. طيب احنا عبد الناصر زي ما ابتدينا من اول يوم في تحيا مصر والتجربه الجميله، وطبعا انضمام حضرتك على راسنا يعني اكيد بيزودنا مسؤوليه عند الجمهور ان احنا ندور على المعلومه ونفتش في كل حته علشان نوصل للحقيقه ومصدرها، ودايما بنراعي في شغلنا المصداقيه وان احنا نجيب الراي والراي الاخر. احنا كان عندنا معلومه انه ابراهيم عادل في مشكله في عقده من احد المصادر،
بعد تفصيله ورايحه وجايه، وحضرتك عارف المجهودات اللي بتتعمل صحفيا، توصلنا لمعلومه انه في خطا لائحي كارثي حصل في عقد ابراهيم عادل مع بيراميدز. العقد كان بس الناس عشان نفكر الناس، ابراهيم عادل انضم لنادي بيراميدز قادما من المريخ البورسعيدي، ومضى عقد لمده 5 سنين من موسم 2020 لحد موسم 2025. وبالتالي المفترض ان ابراهيم عادل عنده 3 سنين كمان لسه او 4 سنين كمان لسه في عقده، ونادي بيراميدز بنفسه هو اللي طلع صور عقد ابراهيم عادل في شهر ابريل الماضي بمجرد ما ظهرت تصريحات وتلميحات كده من بعض التقارير الصحفيه بتقول ان ابراهيم عادل وقع للنادي الاهلي وانه قريب جدا من الانتقال للنادي الاهلي. فوقتها نادي بيراميدز هو اللي طلع بنفسه من خلال الجهاز الاعلامي الموجود في النادي ما يثبت ان اللاعب وقع 5 سنين. واحنا بناكد على النقطه دي يا استاذ عبد الناصر، لان العقود اللي منشوره ممكن الناس ترجع لاي موقع في مصر في شهر ابريل الماضي، نشرت كل المواقع بيان اعلامي صحفي من نادي بيراميدز بصور عقد ابراهيم عادل. تمام. صور العقد بس، لانه الناس الجمهور مش كله على درايه باللوائح والتفاصيل، وممكن بعض الناس ما بتركزش قوي في الكلام اللي بينشر بشكل كبير، لكن احنا بنحاول دايما نبص في كل النواحي اللي الناس ما بتبصش عليها. تمام. لو الناس ركزت في صور العقد اللي منشوره في شهر ابريل في كل مواقع مصر، هنلاقي انه لا توجد بصمه ايد اللاعب. لا توجد بصمه ايد اللاعب. وعلشان ما حدش يقول ان احنا بنالف لوائح ولا قوانين، العقد بنشره على العقد انا بنشره على الهواء وانت معايا، اتفضل. بالظبط. علشان ما حدش يقول ان احنا بنتكلم كلام مرسل وكلام بدون اثباتات، اول امبارح الاستاذ عبد الناصر زيدان على صفحته الرسميه وموقع تحيا مصر في موقعه الاخباري وكل مواقع وبرامج مصر نشرت صوره عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك. صح. بصوا في صوره العقد بتاع فرجاني ساسي هتلاقوا انه فرجاني وهو لاعب اجنبي برضه باطل. فبالتالي دي لائحه موجوده في اتحاد الكوره لا يعتد باي عقد موجود ولا يوثق العقد الا بتوقيع الطرفين اللي هو النادي المسؤول من النادي واللاعب مع بصمه ايد اللاعب، لازم اللاعب يبصم بايده. والدليل زي ما بنقول ابسط اقرب دليل اهو موضوع فرجاني ساسي. طيب عشان بس ما نتوهش الناس، الاتحاد الكره ليه اصر ان توقيع البصمه يبقى موجود في العقد؟ ليه اتحاد الكره اصر كده؟ الموضوع مش من زمان يا جماعه، الموضوع من 2010 بس. الموضوع لو الناس تفتكر من ازمه محمد ناجي جده. ايوه. تفتكروا بعد امم افريقيا 2010 وقصه محمد ناجي جده وقع في نادي الزمالك، لا وقع في النادي الاهلي، طب في عقدين، طب في مشكله، طب نروح لجنه التظلمات، طب شؤون اللاعبين، والقصه والضجه اللي اتعملت على ناجي جده هداف امم افريقيا في البطوله 2010 حسمها في النهايه بصم التوقيع اللاعب اللي اثبت انه هنا باصم في النادي الاهلي لكن الناحيه الثانيه مش باصم، وبالتالي اقر هذا المبدا من وقتها من 2010. الغريب يا استاذ عبد الناصر انه العقد طبعا وثق في منطقه بني سويف اللي تابع ليها نادي بيراميد. والشيء الغريب انه العقد تم توثيقه بالفعل في اتحاد الكوره بدون بصمه اللاعب. طب يا ترى هل هنا اللي يتحاسب مسؤول الفرع او المنطقه منطقه بني سويف؟ ومش عايز الناس تنسى، احنا مش بنربط الاحداث ببعضيها، بس لو تفتكروا انه حصل في خلال الفتره دي اللي تم فيها توثيق عقد ابراهيم عادل بعض المشاكل في منطقه بني سويف، والدكتور محمد زين كان رئيس منطقه بني سويف وقتها واعلن استقالته من منصبه، قال وقتها في بيان على صفحته الرسميه ان ده بسبب بعض التدخلات في عمل، والراجل ما شرحش هي ايه. هل ده ليه علاقه بموضوع زي كده؟ الله اعلم. برضه وقتها ما كناش نعرف ان ابراهيم عادل هيبقى نجم جامد كده ويبقى مطلوب والنادي الاهلي والانديه تجري وراه. فهل ده كان بسبب الموضوع ده ولا لا؟ احنا بس بنوضح ونرتب الاحداث ورا بعضيها والناس ليها الحكم في النهايه. تمام. هي اللي تقول
هل ده ليه علاقه ببعضه ولا لا؟ عشان ما نروحش بعيد جامد نرجع لموضوعنا العقود زي ما نشرناها على الموقع وحضرتك بتعرضها للناس. العقود ليست مختومه ببصمه اصبع ابراهيم عادل. طب اللائحه هتقول ايه في الوقت ده؟ احنا سالنا وزي ما كتبنا في الموضوع سالنا خبراء للوائح وسالنا خبير اللوائح الاستاذ عامر عمايره والراجل اكد انه دي فعلا لائحه حاجه موجوده جوه لائحه اتحاد الكره ومعمول بيها من 2010 زي ما شرحنا من شويه. تمام. وقال ان العقد مش باطل ومش صحيح. مش باطل بمعنى انه لو اللعيب طلع قال اه هو ده العقد بتاعي بس انا يمكن انا نسيت ولا حاجه وخلاص ما فيش مشكله يبقى العقد هيسير في اتجاهه الصحيح ما فيش مشكله وخلاص ويبقى خطا كده اداري وبيعدي زي ما في حاجات كتير عندنا في اتحاد الكوره بتعدي وتمشي ما فيش مشكله. لو اللاعب قال لا انا رايح في حته ثانيه او في دماغه في حته ثانيه او مش عايز يفعل العقد ده وقال لا قانونا يحق لي انه يعمل اي تصرف واجراء يحفظ لي حقه. هي الازدواجيه في النقطه دي. مين اللي عمل المشكله؟ اللي عمل المشكله من يدير الكره في مصر اللي المفروض انه يطبق اللوائح. صح. اللي المفروض هو اللي يكون اول رقيب واخر رقيب على كل ما يدور في طيب الكره المصريه وبالاخص موضوع اللاعبين لان حضرتك شايف طيب. ان السنوات الاخيره كان في مشاكل كثيره بين الانديه وبعضيها في موضوع الصفقات والانتقالات وخاصه كان الاهلي وبيراميدز والزمالك والاهلي والحواديت الكثيره دي فطبيعي جدا انه المفترض يعني اتحاد الكوره والمناطق اللي فيها انديه للدوري الممتاز يبقى فيها اهتمام اكثر باللجان المسؤوله عن شؤون اللاعبين. ده لغايه كده الموضوع. ايوه علي لغايه كده والموضوع ايه. نرجع تاني لغرفه الاخبار يا جماعه. هو علي فصل التليفون منه شحنه اعتقد ممكن يكون بيحطه في الشحن دلوقتي. طب بتقول لغايه كده ايه علي؟ لغايه كده وايه لغايه كده واحنا نشرنا ما توصلنا اليه من معلومات لكن احتراما للمهنيه اللي احنا دايما بنتكلم عنها في تحيا مصر واحتراما للحياديه اللي احنا ومراعاه الجمهور والمصداقيه مع الجمهور اللي احنا بنتعامل بيها في تحيا مصر انا من 10 دقائق تلقيت اتصال او اتصالين مش اتصال واحد من اثنين مسؤولين في نادي بيراميدز وهم الناس رفضوا ان انا اقول اسمهم. تمام. وقالوا انه ما نشر عندكم في لبس وفي غلط وفي مشكله وبتاع. فانا وضحت وجهه نظري يا جماعه اللبس منين؟ انتوا العقود دي انتوا اللي بعتينها في شهر 4 اللي فات. برافو عليك. نشرت في كل مواقع مصر كده ولو دخلتوا على جوجل هتلاقوها موجوده كده مش انا اللي بعتها ده حضراتكم اللي بعتينها. قالوا لي لا العقود موجوده والولد باصم على العقود وممكن نبعتها لك. قلت له انا كل اذان صاغيه انا نشرت موضوع اخرت مشكله ابعت لي العقود وانشرها وانشر ردك بالظبط كده وده اللي تم بالفعل حتى في اتصال مع الاستاذ عمرو الديب رئيس التحرير قبل ما ندخل على الهواء الراجل بدون تردد قال ينشر فورا ردهم زي ما هم عايزين لان احنا تعودنا في تحيا مصر على كده بس اشترطنا عليهم برضو علشان ارسال العقد بالبصمه بالظبط كده تمام ارسال العقد ببصمه اللاعب وما عندناش مشكله ان احنا ننشره احنا مش في خصومه مع حد ضد حد ولا لا تفرق معانا غير الحقيقه وغير احترام الجمهور ومصداقيتنا مع الناس لو نادي بيراميدز او المسؤولين فيه بعتوا لنا الرد دلوقتي انا هبعته لحضرتك على الهواء وحضرتك شغال وانا عارف ان طبعا حضرتك هتقول كل اللي هيبعتوه واحنا بدورنا هننشره عندنا في تحيا مصر وهم ليهم حق الرد في كل شيء وده حقهم علينا وحق الجمهور علينا قبل اي حد تاني لكن في المجمل هو ده دور الصحافه دور الصحافه ان احنا بنحط ايدينا استاذ عبد الناصر دايما على المشاكل والحاجات اللي بتعمل مشاكل بين الانديه لعل وعسى
لعل وعسى عموما انا بتوعنا في اتحاد الكوره يحاولوا يصلحوا من الاوضاع اللي عندهم اللي زادت عن حدها قوي وبواخد جدا، وكل شويه تطلع لنا بمشكله من المفترض الجهه اللي هي مسؤوله عن حل المشاكل دي والمسؤوله عن تهدئه الاوضاع الساحه الرياضيه او الكرويه المصري. عموما ارجع لك تاني يا علي في صالة التحرير ومن داخل القسم الرياضي بموقع تحيا مصر، اذا وصلك رد رسمي من نادي بيراميدز واكد ان نادي بيراميدز قام بموقع تحيا مصر وبزميلي الاستاذ علي نصير وقال له ان في معلومات مغلوطة في اللي احنا كتبناه، وبوصفي انا كمان مشرف عام على الرياضة وزميلي الاستاذ عمرو الديب رئيس التحرير بنقول الرد بمجرد ما يجي سينشر كاملا شريطة أن يكون معه العقد اللي بيثبت أن إبراهيم عادل باسم، لكن أمور يعني كلام غير دليل أعتقد أني لن يقنع الناس. بشكرك يا علي وأرجع لك تاني إذا جد في الأمور الجديد. شكرا جزيلا. ده يا جماعة الموضوع اللي فجرناه النهاردة في تحيا مصر، وانا تعمدت سبحان الله يعني تعمدت وانا بكلم زمايلي اني ادي السبق فيه لتحيا مصر واطلع بالليل بالتفاصيل وانفرد بيها زي ما انتوا سمعتوا، وكنت عارف ان الموضوع هيقلب الرأي العام والناس في بيراميدز بيردوا، وانا بقول صراحة بيراميدز يساومون النادي الاهلي بشكل رخيص وعليهم ان يردوا على هذا الكلام وهذا العقد. بص اصل العقد اهو، يعني اهو قدامك اصل العقد، يعني صورة اصلية بالالوان من العقد ليس فيها بصمة ابراهيم عادل. لماذا خرجت في هذا التوقيت؟ بيراميدز يعرفوا كويس لماذا خرجت في هذا التوقيت. مين اللي ادى تعليمات بتوثيق عقد مخالف للوائح؟ سؤال إلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لأن دي فضيحة لائحية من العيار الثقيل. ولو جيت ربطت ما بين هذا العقد اللي معلهوش بصمة إبراهيم عادل تعرف إن موقف الأهلي في منتهى القوة، ولو جيت ربطت ما بين التوثيق والتعليمات اللي راحت لوليد العطار ولا المنطقة بني سويف علشان يوثقوا عقد مخالف للوائح هتعرف تفسر الزتونة بتاعت التصريحات اللي طلعت من بيراميدز النهاردة اللي غيرت تصريحاتهم امبارح وهم بيشرطوا على الأهلي. لو انت عايز إبراهيم عادل ادينا بنون ومحمد شريف ومش عارف ومين.